انه هو سخيفا اي غير معقول من حيث العقل والمنطق. لماذا؟ حينما يموت المجد انقطع كل شيء عنه من خير وشر. حينما خرجت الروح منه ان كان صالحا فسيعامل معاملة الصالحين، وان كان طالحا فاجرا فسيعامل معاملة الطالحين والفاجرين. فماذا يفيد هذا الميت حينما يوضع في قبره ان يقال اذا جاءك فسألك من ربك من دينك من نبيك؟ هذا التلقين انا اقول تقريبا لاذان الناس مثل تلقين الممتحن في الامتحان في الدروس. ياتي انسان ويلقن الممتحن، ربما يكون تلقينه له سبب اسقاطه لانه لم يتهيأ هو للجواب الصحيح فهو لا يحسن الجواب، فهذا التلقين لا يفيده. هكذا الميت الذي وضع في قبره سيكون جوابه متجاوبا تماما مع حياته في الدنيا. ان كان صالحا فيستطيع ان يعطي الجواب مثل الرجل الممتحن في الدنيا، اذا درس ليلا نهارا الى اخره سيعطي الجواب بكل سهوله. اما الذي ضيع اوقاته قبل الامتحان في الملاهي والملذات والى اخره، هات ان يستطيع ان يعطي الجواب، لا يستطيع ان يعطي الجواب. هكذا الميت حينما يوضع في قبره فهو احد رجلين، اما ان يكون استعد للجواب لهذا السؤال في قبره فما اسهل هذا الجواب بالنسبه اليه، واما ان يكون لم يستعد لذلك فان تجتمع الدنيا وتلقنه كل الخير والصواب فلا يفيد ذلك الفعل ابدا. لذلك فهذا التلقين لا هو مشروع ولا هو معقول، وانما عادات وتقاليد تمشي في بعض البلاد التي تحكم فيها الجهل. قد نحن نعلم ان سبب اكثر هذه البدع هو الاحاديث الضعيفه والموضوعه، ولذلك من اوائل مؤلفاتي التي الفتها هذا الكتاب الذي نرد انكم رايتموه، سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع وأثرها السيء في الأمة، وأثرها السيء في الأمة. كثير من هذه البدع سببها الأحاديث الضعيفة الموضوع. والحق أقول أن بلادنا بلاد العالم كلها من تركيا من ألبانيا من أفريقيا لا يوجد عندهم علم الحديث إطلاقا، وهذا من يعني من عجائب تقادير الله عز وجل ان يوجد عبدا له مثلي من ألبانيا يوجهه بفضله ورحمته الى علم الحديث دون ان يتلقى هذا العلم من استاذ، لانه ما بقى في اساتذه في علم الحديث. لو اردنا ان نتلقى العلم ما وجدنا الى ذلك سبيلا. فبلاد العالم كلها بدون استثناء الا الهند، الا الهند فقط، فهناك الحديث احيي تدريسه منذ نحو 200 سنه. اما فيما قبل فهي كانت ككل البلاد الاعجميه ليس للحديث فيه ذكر اطلاقا، الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع هذا كلام مكتوب في الكتب لكن لا احد اولا يقراه، ثم ان احد قراه فهو لا يفقهه، لا يستطيع ان يميز الصحيح من الضعيف. فالشاهد من هذا الكلام انه يوجد هناك حديث في معجم الطبراني الكبير
أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الميت في قبره ثم أهلتم التراب عليه عليكم السلام ورحمة وبركاته فأقول كذا وكذا، يعني يلقنوه. هذا حديث ضعيف موجود وهم يعملون به على أنه حديث، والعمل بالحديث بلا شك هو أمر واجب على المسلم بصفة عامة، لكن قبل العمل بالحديث يجب وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا بكم. أهلا. اليوم